السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أسرة من مجموعة أسر من قطاع شمال قطاع غزة. إحنا في منطقة مهمشة، وضعنا هنا بنعاني يعني معاناة صعبة في فصل الشتاء وفي فصل الصيف طبعا، بس في فصل الشتاء يعني بنعاني معاناة أكثر من فصل الصيف، وبنعاني في فصل الشتاء من يعني نقص عنا بالفراش بالإحرامات. يعني أولادنا في السقعة بموتوا في الليل من السقعة من المية اللي بتيجي علينا، وأغلبيتنا هنا يعني إحنا في زينقو ساكنين، ويعني زينقو بشر علينا مية، ووضعنا يعني إحنا هان صعب، يعني بنحتاج لنايلون إنه نسكر عحالنا. أطفالنا بيصحوا في الليل مليانين مية، إشي ملان مية وإشي ميت من السقعة. فيش عنا يعني إمكانيتنا هنا محدودة، يعني المكان عندي أنا هان يعني بتكلم عن حاله، يعني هاي الإحرامات عندي مليانات مية، الفراش مية، الحصيرة مية، الخزانة من فوق مليانة مية، يعني وضعنا صعب يعني كثير للغاية. يعني بنتمنى إحنا من أصحاب الخير أصحاب القروب الرحيمة إن يطلعونا إنا ولأطفالنا، يعني أطفالنا أغلبية الأيام عيانين، يعني فيش كمان يعني ملابس ندفيهم. The whole world will be waiting eagerly for the season of winter to come, except the people of Gaza, as they hate the winter due to its effects and poor conditions that the people are living through. The houses of the people are very fragile, that the whole winter will be leaking down of the rainwater, and the people are unable to provide the warmth to their families. Between the Health is working during the winter to provide the basic needs and the warmth for the people who are unable to provide the warmth to their families. Through your donations to Between the Health, we can help more and more families to be warm during the winter.